رجعنا رجعنا هذه ساعتنا الثانية في راسي كاري. مرحبا بكم مستمعينا من 3 و9 دقائق معكم حتى للأربعة في برنامجنا اليوم. فرح برجب، أنس بن مالك، عبد الستار عمامو، إبراهيم الطيف. أفهمتنا سامي، كنا نشكو أنا وإبراهيم. حبينا هكا أغنية هي قصيرة ومعبرة. معبرة جدا. هي كانت في أوبيريت من ليزوبيريت تاع السيدة فيروز اللي وسمت بأرقى الأوسمة الفرنسية من إيمانويل ماكرون في زيارته الأخيرة لبيروت، واعتراف وقيمة كبيرة لهذه. أنا ما نقولش مطربة، هذه معناها سامونيمون، هذه من معناها كيفاش اون دي أيقونة. لا لا ما حاجة غاغ أنه رئيس سو دي بلاس، هو رئيس دي بلاسي بور دوترا، مي فريمون من القضايل اللي عم بريزيدون سو دي بلاس جينيرالمون وقت اللي يبدا هانديكاب فيزيك ولا حاجة، ولكن اللي صار الفيروز هذا معناها اعتبار كبير حتى هو صار الليالي ماكرون. مش عمرها عبد الستار بن علي مره مشى عبد الوهاب في داره في مصر، مشى لمصر وعبد الوهاب في داره. هي ما مشى عبد الوهاب يكون طبعا تصور شو اسمه وقتها، يوم مشى له لداره. ليه نتصور انت واسمه يوم نفكر مشى له لداره وقتها اول مشى. هذا اعلى استحقاق ثقافي، اعلى مش ثقافي، اعلى نيشان في الدوله الفرنسويه. في الدوله الفرنسويه لا ليجيون، لا ليجيون دونور، على وسام الثقافي، على وسام اون ابسولو، كيما تقول انت وسام جمهوريه يعني كانه اسند لملك ورئيس دوله. ان شاء الله ما تكونش خلفيات سياسيه ولا الحكايه، المهم انه عنده خلفيه ثقافيه كبيره. اسمها فيروز، فيروز لانها سامبوليز لبنان، معناها وحده لبنان، وحده لبنان، وغنيت لقضايا عادله وغنيت للعرب، سفيرتنا للنجوم. يا خويا احنا كراسين كاري زاد نسندوا لها اقوى نساء. شنو هو نيشان؟ المره اللي فاتت عدينا احلى من يا دارا، اللي هي من احلى ما تغنى يا دارا فيروز. يا دارا يا دارا دوري بينا، يا دارا دوري بينا. حبيت اليوم عملنا بالمناسبه ملاحظه في فيسبوك، انا ريتها العباد فيروز تضحك الماكرون، فيروز ما تضحكش واحد، فيروز ما تضحك في العاده تضحك في داير عندنا تسجيل في جوها وموزيكتها، فما شنو يضحك كي تبدا تبر حتى تبرف مثلا، عندنا تسجيل فيروز تبرف وبالتصويره تضحك، ما عنديش مشكله. اما هي في السبيكتاكل هذاك من متممات السبيكتاكل نتاعها، هذيك الهي نتاعها في السبيكتاكل. اي حتى في ليزوبيريت الكل ديما يعطيوها الدور اللي ما تضحكش، هي اللي مظلومه، هي كذا كاركتير سيريو هكاك معناها سي. نجمو نعملو نهار راسين كاري ديدي لفيروز. راني اون تران دو لو فير، اقسمهم كل مره 5 دقائق تخرج بايميسيون كامل لفيروز. مايكل تشيكونيتي هو قاضي امريكي في المحكمه البلديه نتاع الاوايو، شفنا برشا فيديوهات فوالا تري سمباتيك ظهر بها في الفيسبوك، ونتشر انه يعطي عقوبات غريبه للمذنبين. كان من الاسباب في تراجع نسب العود في الجرائم اللي كان هو القاضي فيها. شيء تسمى طريقة حكمه هذه، هو ما تعرف المجرم ينجم يكون ان ريسيديفيست ولا لا، يعني العود، هو العود يعني للجريمة هي حاجة يحاولوا برشا منظمات وبرشا قوانين انها تسهر باش ما تصيرش، فهو بطريقة حكمه قاعد ينقص من هذا. شنو تتسمى طريقة الحكم تاع تشيكونيتش؟ دوخ ما ترجعش الخلطة العجيبة، العدالة أو لا جوستيس. فيها خلق وإبداع، كرياتيف لا جوستيس، كرياتيف العدالة المبدعة. قاضي من مواليد 1951 خرج للتقاعد 2019، تشهر أنه كان ديما يخلي المذنب الخيار في العقوبة نتاعو، يا ما يعدي الوقت في السجن ولا يختار عقوبة تكون في العادة عندها علاقة بالذنب اللي ارتكبه واللي تخلي المذنب يكون في بلاصة الضحية اللي تورط معاها. مثلا فما راجل وقت يسوق وتعدى بحذا البوليسية قال يا خنزير، يا أخي حكم عليه يسوق لمدة طويلة ومعاه خنزير في الكهرباء ويكتب عليه سوني با ان بوليسيي. فما مرة امرأة اتهموها أنا ضربت راجل بالبومبا غاز، عطاها الخيار بين 30 يوم سجن ولا تعدي 3 أيام تخدم في الأعمال المصلحة العامة ويرش عليها الغاز ويتخدم.
فكي اختارت الحكم الثاني طلعوا رشوا عليها ماء مش غاز. ومن احكامه انه خير طفلة تهربت من الدفع لسائق اجرة مقابل رحلة طولها 30 ميل بدنا تعدي 30 نهار في السجن ولا تمشي 30 ميل في 48 ساعة. والهدف انه يعلمها اللي كي ما عندهاش فلوس نجم تمشي. بريف هو فما برشا قضايا وطريقة حكم تسميت لا جوستيس كرياتيف كانت زادة إفكاس على خاطر في 2014 أصدرت وزارة العدل الأمريكية تقرير قالت فيه لأحكام تشوكانتي غير تقليدية تثبت بانخفاض نسبة العودة للمدانين في جرائم القضايا اللي حكم فيها بنسبة 10% مقارنة ب 75% على المستوى الوطني. سيكونتي أو تشيكونتي يؤمن لتطبيق القانون بشكل حرفي مش الطريقة الوحيدة لخدمة العدالة. هو عنده يقولوا أنه مرة حكم على فما شخص معناه أجرم معناه عمل عملة وحكم عليه معناه هكي بالطريقة نتاعو لكن من بعدش تفطن اللي السيد هذاك مريض بالالزايمر معناه فما شكون أثبت له السيد ما عملهش استدعاه عن قصد أي عن قصد استدعاه في المحكمة واعتذر له معناه على الحكم اللي اعتبره قاسي ووريو حتى سيكونس اللي بكى وقف حييه وبكى وطلب السماح معنى باعتبار أنه وقتها كان عن جهل هو ما يجي جهل السيد كان مريض وأنك لا بتعرف لازم في الأول ساعات المفروض أنه المحامي السيد هذا كان عمل المحامي وأنه يقدم يفيد أنه مريض مش غلطته هو مش غلط القاضي مش غلط أما هو تعرف لازم تعرف اللي في الأول اللي يبدأ يخو يعطي مزين ديبو ساعات يغيب وساعات يحضر كل شيء سكده يبدو أن السيد عمل العملة هذه في حالة غياب ثم بعد مدة بعد تقريبا عام كبر بشيء فطنه اللي هو عنده جاء من وقتها والعملة ذيك عملت الزامة فهو كيفتن استدعاه واعتذر طلب من اسمه. الأحكام هذه مش ممكنة في تونس لسبب بسيط وأنه فما قاعدة قانونية في الدول اللي فيها القانون الروماني الفرنسي لكيما تونس وأنه لا عقوبة دون نص مسبق دونك ما نجمش الحقيقة نلقاو قضاة خلقين ومبدعين كيفو مش على خاطر ما فماش يما النص يمنع عليهم باش يعملوا عقوبات من الرسومات. دونك هو مش شاف عقوبة من الراس لا هو اجتهاد اجتهاد كبير يعني اجتهاد ما فماش هما عندهم جوريس بريدونس خاطر العرف هو مش بالعرف لكن احنا في القانون نتاعنا مستحيل نجم دونك احنا تابعين شكون احنا القانون الروماني قد ايه فما من قانون في العالم لا هو فما ثلاثة مدارس كبرى معناتها المدرسة الرومانية الفرنسية الرومانية خاطر لو دغوا غوما والفرنسية نسبة لكود نابليون وفما المدرسة الانجلوساكسونية اللي هي معناتها كيما بريطانيا أمريكا وبعض الدول اللي تعتمد على العرف على التطبيق وفما زاد التشريع الإسلامي فهمتي اللي هو مدرسة خاصة لكن احنا في مثلا كيما تونس هو المدرسة الرومانية الفرنسية الرومانية فهمتني يلا على شنو يحكي فيلم أومار على قصة مقتل المغربي اللي قتل عمر المغربي اللي قتل عمر الرداد اللي كان جارديني اتهم في واحدة من أشهر القضايا في تاريخ العدالة الفرنسية فيلم أومار ماتوي en principe tu t'écrives oui la faute d'orthographe voilà déjà galta مكتوبه اي tué à la fin er وهي غلطه كبيره في الفرنسيه وفيلم فرنسي خرج عام 2011 من اخراج روج ديزام اخترنا نسالوا على الفيلم هذا لانه كيما اليوم 4 سبتمبر 98 هو تاريخ اطلاق سراح عمر الرداد هو بستاني جنين امي مغربي من اصل تونسي من عائلة بسيطة وبعد ما خرج من القراية وقعد بطال قرر أنه يهاجر لفرنسا عرس غادي وخدم كبستاني حيته بسيطة وعادية جدا من با كان يتقن الفرنسية كان عنده دي كليون يقدرهم الجنة متاع دارهم منهم مدام مارشال وغيزلين مارشال يلقاوها مقتولة نهار 24 جوان 91 وكان المتهم الرئيسي في قتلها هو والسبب أنه لقاو جملة أومار ما توي مكتوبة فيها الخطأ اللغوي هذا وبعد لقات الشرطة الجثة مشاو ديركتو مولدار عمر اللي لقاوه قاعد بالشفتر مع عائلته ووجهوا له التهمة ذو هزوا معاهم نفى نفي قطعي نقابل الجريمة هذه ورغم قلة الأدلة لأن القضاء الفرنسي شد صحيح في الاتهام وولد قضية رأي عام تلات بها الصحف وتلافز
على خاطر تزعزعت ثقتهم في العدالة الفرنسية. جند للدفاع عليها هاشم المحامين المعروفين كيما المحامي جاك فيرجيس، واللي اعطى برشا أدلة على براءة عمر بأنه هو من الأصل مغاربي وما أن العنصرية يعني كبيرة في فرنسا. التهم الكل سندوها لي في 2 فيفري 94 اعتبرت المحكمة عمر مذنب وحكمت عليه ب 18 سنة سجنا. قعدوا كل مرة يزيدوا أدلة لتثبت براءة عمر، من المحكمة رفضت إعادة فتح التحقيق مهما كانت الأدلة. حتى تدخل العاهل المغربي وقتها الملك حسن الثاني اللي اعتبر اللي صار الكل ظلم، وخذى من عند شيراك عفو جزئي لعمر بتخفيض المدة لأربع سنين وأربع شهر. في 4 سبتمبر 98 أفرج على عمر رداد بعفو رئاسي بعد ما عاد أكثر من 7 سنين في السجن، رغم أنه إلى اليوم يقعد متهم في نظر العدالة الفرنسية. القضايا هذه هزت مصداقية العدالة الفرنسية في العالم، وأثر عمر رداد على الثقافة الفرنسية وتكتبت على قصته برشا مؤلفات أشارها كتابه اللي نشره بعد بعنوان Pourquoi moi؟ لماذا أنا؟ وفي 2011 عمر قتلني عمر ما تشوي. اليوم عمر مازال في نظر العدالة مذنب كما قلنا، ومن اللي خرجه يحاول إثبات براءته والمحامين متاعه نجموا في 2015 ياخذوا موافقة لإعادة فتح التحقيق. شارع تريبونال أما رجموا اللي قاعد يعيش باللي قاعد يعيش باللي ريفونو ديديسيون ريفونو ديديسيون. إيه هو المشكلة في تابعت أنا وقتها. عنا فاصل وبعد نرجعوا قضاء مثال فاصل ونرجعوا يلا يا فهم احلى رجو ومرحبا بكم، خاطر كنا نحكيو في حاجه انا شخصيا ضحكتني برشا، على خاطر حكينا في سؤال على القاضي الامريكي اللي عنده اظهر اون سيغتان سوبليس كيفاش يصدر احكامه مع الناس اللي هما متهمين فيها. فابراهيم قال تصور مثلا عبد الستار نهار يعمل غلطه صغيره كي ويقف قدام قدام قاضي هكا سامباتيك يجي يقول له يحكم عليه طيب لنا صينية بنات ولا سلكوها الخضار سي با مال سا نصها الحم ونصها الجيش انا كلسان الدفاع نحب ندوق بما ان لسان ليش باش نعمل ملاحظة على القضية تفضل اعمل اي مرة لا 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 هذيك صحيح انا محسوم صينية البنات استناوها سور هذيك نحكي على قضية عمر رداد ومدام مدام انت مقتنع انه هو مذنب انا لا انا ما قلتش انا نتفهم لا قلت هو مقتنع عليه هو مذنب مقتنع عليه هو مذنب فوالا انا ما انا علاش نتفهم وانه المحكمه شدت في الادانه لانه فما دليل تقريبا اللي هو المدام جيزيل ولا جيزلين جيزلين فوالا جيزلين وهي تفرق من دمك قبل ما تموت سكرت على روحها الباب ايه دونك من المستحيل ان يكون فما شخص اخر اخطا اكتب الكلام هذاك فهمتني وهرب لانه الباب مسكر من داخل ولو حتى علاش الغلطه اللغويه هذيك خاطر جابوا معناتها خبراء في خاطر هي شنو هي علاش الغلطه خاطر مدام جيزلين مستحيل معناتها في حالتها العاديه ترتكب خطا لكن قالوا بس سامحني فما نظريه اخرى انه مدام جيزلين فمستحيل تنجم تكتب جملة كيكة صعيبة باش تقوم وتكتب الخبراء اش قالوا؟ قالوا في هذيك في البريود اللي انت هي تحت ذر وراو المخ ينجم عادش معناتها القواعد اللغوية يغلط فيها ويكتب اغلاط وعادي جدا لما يكتب ام ابوستروف اي وعادي جدا لانه المخ في حاله احتذار لكن شنو الدليل القاطع هو الدليل القاطع وانه جيزلين مسكر على روحها معناتها من داخل دونك امبوسيبل واحد دخل وخلى ما ينجمش يسكر الباب من داخل ينجم يعمل كل شيء لكن بما انه الباب مسكر من داخل فانه اللي كتبته ما انت مع احترامي مع احترامي لتفسيرك ولكن انا المحكمه نتفاهم انا لو فيرجيس بعث له الدوسي كامل لا لا انا نتبع برشا القصص البوليسيه انت لا لا انا نتبع اونتري لاكوزي جام بيان في اونتري لاكوزي واحده تشبه اللي تحكي فيها انت فما قضيه مش بعيده يظل 2012 ولا 2013 كيفاش واحدة تسكن بعيدة شوية على باريس ورجل ان بومبي واللي هو جاي روح من الساعة تاع الصباح كمل خدمته وخذي الكهرباء وبعد يزون غوت خاسي الشما وكل شيء مشى رقى الباب مسكر من داخل حلوا بمفتاح متاعه لقى ميت والمتهم الوحيد كان الزوج
لانه ما اسعفهاش وبومبي قال لي انا شايف مرته كيكا دخل بعض ويتو رقاو اثار خانق وكل والباب مسكر من داخل اتهموها انه قتلها وبعد البراء يعني القضاء يعني برئوا ولليوم ما يعرفوش شكون قتلها. اي ما الفرق مش هذه ماهيش كونديسيون معناها. مش باب الدار مسكر من داخل معناتها فما يمكن منفذ اخر ما نعرفوش. ما فماش منفذ اخر حتى هذه. هذايا كاف هي في جيزلين في كاف مسكر. عطيتك انا عطيتك حاجه تشبلها بالضبط. معناتها حاجه تشبلها بالضبط عطيتك. وقع تبرئة الزوج. ماذا ما يمنعش اللي عندهم محكمة عنصرية. اي جو سي. هذه بالذات فهمتني نتفاهم الحكم نتاعها بالديدان. طيب اذا كان انت مغروم بهذا انا معناتها هي قضيه هي اسمها ان كوبل بريسك بارفي ياسر مزيانه هي الحكايه شو بارفي اي صحيح هو شوف حياتهم هما دو جون مزيانه برشا الحكايه اما صارت هذيا قتلت المراه وما عرفوش شكون القضاء من الاول قال هو القاتل الزوج وبعد وقع تبرئته انا فيما يخص بربي سامحني سنيت البرنامج هذا بيع عبد الستار يثبت في الليكيب نهارات شكون انا نحب نقدم تحيه تكون انت موجود تحيه لروح عواطف بن حميده الله يرحمه على اذاعه الشباب وزيد نترحم على سلوى خياري نصره اللي كانت تقدم البرنامج باللغه الايطاليه في اختي سي اللي زيد توفيت البارح والله زدت كي شفت بنتها وانت البارح ودونك الله يرحمها الله يرحمها هي في الغوتريت ولا على ذكر قضية مقتل سي بون لا جيست عواطف بن حميده مش نرجع للبنات اشتغلوا بالحكايه اللي قبل مش لازم موني بابليزي الامن وقتها شد معناتها عندي صحابي جيرانهم ما تتوقفوا كلاو وقريب شي يستعرفوا معناتها اللي هما فهمتي بالطبيعه ما عملوا ما مش هما في الاخر الله يرحمها الامن قبل هز اي واحد عنده ربع سيله هز على بعضه واضرب اسباب اخرى اسباب اخرى اي ما وقتها نعرف اسباب سياسيه هل عواطف حميده حكايه سياسيه؟ يبدو علاش؟ على خاطر كانت مديرة إذاعة يعني بو مديرة إذاعة ولكن يبدو أن في وقت ما قالت اكتشفت حاجات ما يلزمش تكتشفها شو اسمه قاعد اسمع فيه شفت الصوت تبدل أداء اليوم يقع فتح ملف ما تخافش لو المرأة مشيت على روح ما عادش نجم عملها شيء ما عادش مع وقت ما عرفت على روحك عشت معاها ونعرفها مليح اكتشفت شنو؟ يبدو أن اكتشفت ما نعرفش يبدو أن اكتشفت حاجات ما كانش ممكن هي مديرة الإذاعة الوطنية ما يلزمش شو تعرفها لا انا اثرت لي حتى اثرت على الشخصيه لا ما عبستار كي تقول لك ماكر فما شخص اليوم عنده حكم بالاعدام وهو يقضي في حبس انفرادي مدى الحياه معناتها البلومبيي تحط مذنب يعني هو القاتل فوالا دونك كان عندك حاجه قولها توا على شهاب ستار فماشي من فماشي من ملاقات بعد الثوره قلنا للشيخ الاذاعه قلنا له اطلب اعاده فتح الملف قال لا به هو اخوها شنو هي الحاجه اللي تشر بها رائد الفضاء اوجان شوماخر بخلاف انجازاته في الميدان هذا شوماخر عنده يجري مليح بالكهرباء اوجان شوماخر هو واحد من المؤسسين تاع علوم الكواكب حياته كانت معبية بالإنجازات الفلكية وعدى أيام ويسافر حول العالم باش يعمل دراسات على فوهات الاصطدام من مواليد 28 توفي في 1997 كان متزوج من كارولين أس شوماخر اللي هي زادة رائدة فضاء واللي يرجع لهم الفضل الزوز بعضهم في اكتشاف مذنب شوماخر ليفي ناين كي توفي كمل الحكايه خلاص بقعه كبيره كيما ناس طيبين دفنوه غادي دفنوه في القبره شنو هو الحكايه هذيا؟ شنو هي الحاجه اللي تشر بها بخلاف انجازاته في عالم الفضاء؟ اكتشف هذه تصوير تصوير زوجته على الفاجي اف ام ارتطام مذنب بالارض لا لا هي حاجه ما عندهاش علاقه باختصاصه بوفاته عندها علاقه عندها علاقه بوفاته وفاته كيف توفى؟ سموها كيفاش؟ تسمم في الميكرو ماذا بيا؟ تسمم قلت لك لا ما تسممش سمموه كيما قبل كان عنا الله يذكره بالخير بروف نتاع ميكرو ايكونومي ياسر سامباتيك عاد كان كي يدخل للانفي ما يحب حد يجي بعد اي واحد هو بدا الكور سي بون عاد جا واحد ما قال دق الباب هكا غزال قال له بونجور مسيو غزال له بالصباح قال له بونجور قال له جو بو بروندر ان شيز قال له اون شيز قالوا بون شو بروندر اون شيز قالوا نو فيرمي لا بورت يعني كيف في الميكرو اما لا راهو ما تسممش شو ماكر هو الشخص
أول شخص دفن على سطح القمر. قلت لك انت قلت لي نقول لا ما نفاد لك راه قال لك كي توفي هو بعثت زوجته الرماد نتاعو الى القمر في استوانه معدنيه منقوشه باقتباس من روميو وجولييت وعندما يحين وقته خذوه وقطعوه الى نجوم صغيره حيث سيزين وجه السماء جاعلا كل العالم يقع في غرام الليل ولا يقع تحت سطوة الشمس المتوهجة. وهكذا يكون يوان شوماكر أول شخص يتدفن على سطح القمر روفيت وكان هذا عام 99 واللي توليت عملية الدفن هي شركة اسمها سيليستيس اللي مختصة في دفن الموتى على القمر تهز الرماد ومقابل اللي فكر فيه مقابل سيدي يحيى ولا زلاش يسميها باسمه سيدي علي شوماكر مقابل 12,500 دولار مش برشا يعني انا ان شاء الله بعد عمر طويل فما برشا ناس راى انهم يعني هذا البزنس هذا ممكن يكون يتطور في برشا بقايا في العالم زعما نفكروا في حاجه كيما هكا. اما سامحني اوني داكور اللي كان جات جثه عاديه ما نجموش ندفنوها في الكامر ولا ليه؟ هاو قال لك 12,500 دولار. ساندغ اي اما كان جات نعم فماش يحفروا في الكامر شعره اللي ماتوا فيها الكامر ودفنوا بالحق قعدوا بالحق قعدوا. اي ما لي ساندغ تو تري ديفلوبي. اليزيوم فما كيفاش يحفروا. اليزيوم سبيس هذه تاسست في 2013 مختصه في لي زونتيرمون سباسيو واللي تقترح سوام بين 10,000 دولار لاول 50 شخص يتمتع بخدماتها والسعر العادي نتاعها هو 11,950 دولار. هكاك لا فرق لا شيء اللي يعملوا فرق لا حكايه فين مش طالع. ما عادش ما عادش معنا يزوروني كل جمعه. لا يغزروا لك منك ليهم يغزروني. اسمع فما في الكيف هو تاريخ باحث تاريخ الكيف شو اسمه يا ربي حمد تليلي دونك فوالا سيد احمد ضامر ياسر ومحلاها قعدت وكل يحكي كيفاش مره هو قاعد يلقى امه شارده هكا ومتحيره شبيك يا مش فما من عرش كي متوفي الله يرحمها غزا قالت له يا وليدي توا قالوا الناس طلعوا القمره تو تمشيش من كثر العفس تطفى معناتها تلمو مش يذكر عليها متحيره مسكينه هاي الغنية هو شكون هذا؟ أنس أنس كوزا دي شو اسمه معاه سينجل؟ تو سيغ كو البلان كوزا دي لا فيتا راجعين كما في الهيئة نتاعو النهائية وبعد ولات فما حاجة اسمها أسبرين اللي حصلت شركة باير على براءة اختراعه عام 1899 لليوم احنا حكينا على ميونيخ غريبة الايام التالي في متحف جيرمان ميوزم في ميونيخ ترقى الحكه الاولى نتاع الاسبيرين اللي هي تاريخ 1899 هذول ولا 1900 واللي هي حكه هكا تشبه الحكه نتاع البوفيس اللي كانوا يبيعوا فيها دبوزه صغيره وترقى فيها الحبوب نتاع الاسبيرين اللي كانوا قبل يداويو به شنو؟ لليوم الامراض الكل اي بقبل اساسا يعني وجعت الراس وجعت الراس لا فيفغ الحاجه هذوما هو المثل الالماني يقول لك اسبيرين تبع 10 بزوز ب 20 كان يتباعوا في الحماس هذاك علاش تبع 10 هو طبع الفيل اي فكروه طبع الفيل لا طبعا على فيل خاطر مصور عليه اوكي باك كنت انا هما اللي كانوا يتباعوا كان الاسبيرين بينيسيلين جعبه الاصفر هذاك والبوفيس هذا البوفيس ماهوش موجود الفيكس مانيفيك البوفيس موجود البوفيس والفيكس موجود والمحبره الفيكس لا الفيكس ابراهيم كان ديما محبره الفيكس محبره اما كان طويكة ولا بلاستيك دبوزه بلاستيك موجوده اي ما الفيكس ماهوش بيع في الفارماسي تنحى كبرودوي في الفارماسي ماهوش موجود. ماهوش اسمه فيكس. فما لا لا برا موجود. اما في فرنسا مازال موجود. اي مي موجود حتى في فرنسا. اي سي واحد. كل وين ماشي يقول لي مع الفتح ويمشي ياخذ الاسبيرين والفيكس الفيكس غادي. شو مدخل هذا في هذا؟ ما يتبعش قدام الحجامة. يصبوا قدامه. هذاك فما نصبيت. عندنا حاجة احنا في غاسين كاغي انه انس
جينيرالمون سي لوي كي في سا ولا حاشكو صلحوا لي كان غلط قلت تنصلحوا لي يربط ديما الحاجات ساعات الرابط الخيط يتقطع في ثنية اي اي ذيع الفتله ذيع الفتله صحيحة صحيحة فرح احكيو على الفيكس يظل هذيك خاطر الناس يحس روحه ديما لازم يقول حاجه ساعات ما عنده ما يقول ساغيف راهو حتى في احسن العائلات قلت شرى حاجه ما انا جست علميا ما تلوجوا على علمي انا ما نقولش مسحور انت تؤمن بالعلم علميا عندها تفسير هذا مش في اضافه للمعرفه عبد الستار انت مع شنو في اطار في اطار في عبد الستار في جامعة مريرة في الجامعة ولذلك خليني ان توكا قديمة مولى المريرة هذه من العادات اللي باش تبدلها انت انت تو البلومبيي تو البلومبيي خليه في الحبس تو تحبوا يجي يحكي هكا مش تقعد مريرة بركة ما يصيرش تناقشوا هذايا بعد الفاصل لا ما يساعدنيش بعد الفاصل شفتوا ابراهيم ضعف فيم احلى رجو راسين كاري متواصلة معاكم حتى للأربعة مرحبا بكم مستمعينا كيفاش كانوا قبل يفيقوا المطر باش تصب من شكل السحاب؟ هيك حال؟ لا ليه؟ شنو كيفاش سامحني؟ كيفاش كانوا قبل يفيقوا المطر باش تصب من شكل السحاب؟ مش لونه شكله وقت اللي يبدا ماشي يبوج مستطيل شويه لونه زاده من شكله لونه غامق أي غامق فعك حلو ملي شك حل امل ولا غامق الدنيا ويتكدس يتلبد يقولوا تلبدت السماء بالغيوم تلبدت السماء وبالغيوم ويحوسوا لا يعمل ابراهيم يتجول يتجول ويحوس لا والفيتيس سرعه المرور سريع سريع المرور كي تبدا رماديه وسريعه قبل ما تولي فما حاجه اسمها ميتورولوجي القرن السابع عشر كانوا الناس يتنبؤوا في حاله الطقس برشا وكي يعرفوا حاله الطقس من شكل ولون السحاب اللي في السماء عندنا برشا انواع نتاع سحاب فما خمسه مشهورين تعرفوهم؟ لا المهيمن المسيطر المخيمن كتبتهم ماي بالفرنسي النوع الاول لي كومولوس كومولوس عادة تكون صغيرة ومتفرقة منظرها مزيان وكيف القطن تبدا مسطحة وكي تهدر فيها الشمس تولي بيضة هذه هي اللي في الطقس المعتدل وغيرها يعني بون انا نحب الكومولوس ربي يسميهم لي ستراتوس لاتينية الكلاب اي لاتيني لي كوروس هذا هما تقريبا اللي هو انواع مختلفه من البعد على الارض لونها اي هي مايكي كتبتهم بالفرنسيه كانت معامله على ابراهيم شي ترجمه لنا لا لاتينيه لكن مازال لاتينيه ما مش لاتينيه في لاتاه ولا معناتها انا عارفهم باللاتينيه ما معناها كوميوليوس جيب اللي عطات كلمه في الميكرو كوميوليوس الكلمه اللي عطات كلمه كوميول كوميول فوالا كوميول يعني تراكم متراكمه تراكم هي الحسب السحاب الركاميه الركاميه شكرا على الاضافه يلا ناخذوا الجينجل نتاع درجي اللعب درجي اللعب فرح انا سيدي سامي تفهمت انا عبد الستار خاطر عنده برشا متوحش البرنامج وعنده برشا اسئله عطيته فرصه باش يسال سؤال زايد اليوم دونك هو اعطيه الكلمه باش يبدا باش يسال زوز اسئله سؤال وسؤال برافو سامحوني ماشي قادر فما هذا معناك انت تاخذ في مكانة المنشط انت معنا ولا معاهم اللي هو هذه القرارات الكبيره القرارات المهمه هو اللي ياخذها معناها انت عندك سؤال بيان سور كو نو ذيك علاش عطيت الكلمة لعبد الستار؟ هاي سي عبد الستار شكون اليوم قداش في الشهر؟ 4 سبتمبر 4 سبتمبر شكون الملك التونسي اللي تولد في مثل هذا اليوم؟ منصف باي منصف باي لا سيدي المنصف توفى 1 سبتمبر وانا نقول سيدي المنصف عنده علاقة بسبتمبر هو توفى توفى ملك تونسي ملك تونسي ولد كيما اليوم ولد كيما اليوم اخر بيش. اخر البيات توانسه لامين باي لامين باي لامين باشا بيت ولد كيف اليوم 4 سبتمبر 1881 وقتاش توفى؟ وتوفى في اكتوبر 1962 الله يرحمه كي نشوف قد نحبوا الباي هذايا
ما عندي حتى علاقة بالبيات، مانيش زادة كلي متاع لا لا ما عندي حتى كيما كل شيء بموضوعية تامة. قريت شوية حاجات عليه، شفت البروفيل نتاعه قداش بروفيل باه، تحس طيب تحس ما تعرفش كيما بيات أخرين، عرفت حبه الكبير لزوجته الجنينة يظهر لي، رغم يقولوا سامحني أنا باش نقول خاطر هذاك اش يقولوا ما كانتش جمال فائق، أما ما كانتش فوالا ما كانتش جميلة أي ما هو كان معناتها هكا يحبها وعمل لها وصل سابو قبقاب كي باش تقوم في الليل البيت الحمام يشعل باش كي تعفس هي مسكينة ولا تشوف دوك ياسر ما تقبلش تعب ستار لا لا ولا لا خاطر كنت ياسر نقرا عليه وكنت شاهية نعمل فكرة مسلسل على لمين بي آخر البيات، وكنت ياسر حابة فكرة قداش كان مازالت الفكرة بتاعك تشكون قائمة اليوم طلعت ما نعرفش يظهر لي نكتب نتاع مسلسلات يظهر لي يعني قلت بك شي سي علي الواتي وعرفت زادة اللي كان يحضر في حاجة على البيات وبعد تعمل تاج الحاضرة اي دونك سا سيتي بيان افون معناتها حلمت على خاطر نحب لي ديكور القدم نحب الالوان هذوك قلت علاش ما نستغلوش الديكور الموجود في بلادنا معناتها على حاجة في تاريخ بلادنا وقلت نحبوه مش كباي كإنسان بتجربته الإنسانية وبعد نهايته كانت مأساوية بالنسبة ليا كيفاش وفاه كيفاش البرتنان هذيك في لافايات بجبة ما تبدلتش صيف وشتاء اللي خرجوا بها بنته الأميرة هذيك شو اسمها سلوى حفينة خرجت ونحاولها الصبات اللي لبسته معناتها حاجة ياسر بور موا توجع القلب وهي في حكاية تاريخ بلادنا دونك بعيدا عن كل شيء ياسر حبيت الشخصية هذه حاجة واحدة حسيتك فأنت ما قلتهاش لما قلت جيت باش نقول على المناقل يصلح المناقل سيد لامين كان مغروم كوليكسيونور ان غران كوليكسيونور لكن كان ابينيست معناها عنده صنعه في دي معناها يعرفها لا بيرفيكسيون مش خدمته ماشي خدمه اما معناها لابيليتي ايتي ان ابينيست معناها ينزل صدف بصفه فريده من نوعها داير كانوا معناها كان يساموز انه مش يصلح حاجات هكا نتاع احبابه وكل شيء لكن كان اخبوريست معروف عليه كانت عنده في بجنب بيت النوم غرفة فيها العقاقر وده عندنا تصويرة طريفة جدا خارج نهار ويغزر لواحد من العسكر نتاعو يكوى قالوا شو بيك قالوا سيدي سيقي مضروبة قالوا شيش الطبيب قالوا لا سيدي راي مجروحة ما حبش الدواء قالوا نحي صبات خلينا نشوف نحى قالوا استنى ندخل رجع على ثنيته دخل ما تجيب عقاقر وعلى ركبة ونص القاعة وحاطت ساق العسكري فوق ركبته ويدهويله فيها وتصوير عنا معنا موجودة صورة وحفيده سيدي رفادر بفضله نصورها عنا نظر في ساق العسكري معنا يا في سكوتي إما سكوتي سامي وقت اللي حبيت نعمل على المسلسل هذي شفت سامحني محليني باش سؤال والله لا وغد نعرفني سامي تجاوزت حدودي لا يعني وليت بريسكي انس بن مالك اقل من سلطه ما بريسك يضربوا بين ما نرضاهاش نروح انا وليت ريفيرونس ناري على خويا ابراهيم انا ديما نحضر حاجه هايله هذه قداش يقعد في بالي بالعربيه الفصيحه شنو هي الموين نتاع الموين باسيف الحلم بالنسبه للانسان 30 سكوند 6 ثواني قداش يقعد يحلم ليله كامله 30 سكوند لا مش لا الحلمة تقعد 6 ثواني مش الحلمة هو معناها في حلمة قداش يقعد شو معناها لا دوغي غيال لا دوغي غيال باغ نو باغ حلمة باغ ليلة نوم ليلة نوم كاملة ساعة غير ربع مش نص ساعة ديزون اسيدي الانسان يحلم اون موان 100 دقيقة 100 دقيقة سوا ساعة و40 دقيقة كل ليلة واللي عمره 60 سنة اقل قديش يعدي في عمره في وسط نام هو 60 سنة عاش قديش عداهم نوم وقديش عداهم حلم قديش عدى نوم 8 سوايع في النهار تقريبا 7 سوايع يعني في النهار 7 فوا 30 20 سنة هو راقب وخمس سنين من حياته هو يحلم خمس سنين يحلم معناها الواحد اللي عمره 60 سنة عاش غيالمون عاش 25 موان 60 35 وزيدنا حلو الكونفينمون نتاع الكورونا صبا يطلع صابون نظيف شكرا معلومات مهمة سي انس مهمة مهمة حكينا قبيلة على القاضي اللي من الاوهايو دونك اغزر لي قلت لك 100 مرة ما تستنسخش الأسئلة ليه؟ وما ما تستثمرش أسئلة أنا مستثمر ناجح والمستثمر هو اللي يستثمر من وحي اللحظة نسكم سؤال مهم حبي يقول لك سي سامي اللي احنا عندنا روبريك اليوم فرح نسامحوها عندنا روبريك اسمها الاسئله وعلاش فرح نسامحوها؟ خاطر اول مره واخر مره سي سيغ انتم الخاسرين لازمنا معناها نستثمروا
هاي بر بازي لا ما نحكموش عليه خلينا نشوفوا السؤال شنو سؤال سؤال ما يحكيش على القاضي ما تفكر اللي هو من اوهايو دونك ولاية اوهايو في امريكا بدلت السويد برافو ربي يحكي في الميكرو قال لك المخرج ولاية اوهايو في امريكا عندها خاصيه وحيده في امريكا فريده من نوعها فريده من نوعها وحدها معناتها الرقم هذا تمتع به وحدها باش نزيدها سهل لكم باش ما تمشيوش لبعيد يخص الانتخابات الرئاسية في أمريكا هي أكثر ديبارتمون ديتا اللي خرجوا منه رؤساء أمريكا لا لا رقم الأرقام متاع الانتخابات معناها 70 كذا لا لا سي با سا أقل أقل توت بارتيسيباسيون في ليزيليكسيون لا سامي أكثر توت بارتيسيباسيون في ليزيليكسيون ما عنديش فكرة ما عنديش فكرة بلاش خلوة لا بالخلوة بكون هي هو مرتبطة بالرقم برقم اي عندها عدد وتتميز بحاجة الحاجة هذه باش نزيد نعطيكم عندي ساخر تعطي أهمية كبيرة لولاية أوهايو وكل انتخابات رئاسية عددهم أكبر عدد ناخبين لا مش أكبر مش كاليفورنيا أكبر عدد ناخبين تماجين هاي فزي باش نزيدكم أنديس أخير معناتها فرصة أخيرة فما في امريكا فما ولايات ديما تنتخب ديمقراطية ما ما يصير وفما انتخابات وفما ولايات ديما اللي ما يعرفوش منتخب الجمهوريين هي الفاصله يعني كيفاش معناتها كريستيال معناتها هي دي لا معناها الريزلتات نتاعها يستناوه في الاخر باش يحددوا شكون لا هي 51 لا نجم يعرفوها قبل هي ماهيش في الغرب شنو مالها هي الولايه الوحيده اللي ما تعرف انت في امريكا يصوتوا لتال كل اصوات كل الرئيس اللي يهز ولايه اوهايو هو يولي رئيس امريكا هي سوينجر ستيت تسمى في العلوم السياسيه معناتها الولايه المتحوله هم فما برشا لكن خاصيه اوهايو معناش اختصاصها كما نقول اما حزب لا هي محافظين ولا الرقم شنو خاصيتها الرقم اللي تحكي انا ما لقيتش الجواب ما فهمتوش خاصيه اوهايو شنو اللي يهز ولايه اوهايو يربح الانتخابات شو معناها شو معناها هكا اعطات الارقام وكي يربح في ولايات اخرى وهي مازالت الاخرانيه ما فهمتكش هابش يزيد فهم مثلا ترامب الانتخابات الاخرى هز ولايه اوهايو اوكي قبلها اوباما هز ولايه اوهايو علاش السر في اوهايو شنو هي ولايه متحوله كل مره تموت تفوت ديمقراطيه ومره جمهوريين قال لك ولايه متحوله من لا ماهيش واضحه هي فما برشا ولايات متحوله لكن ولايه اوهايو الرؤساء الكل اللي هزوا اوهايو يربحوا الانتخابات واللي خسروها الكل خسروا الانتخابات ولذا تكمن اهميه ولايه اوهايو في الانتخابات والسبب شنو؟ السبب شنو؟ علاش اوهايو بالذات؟ الدقيز انت يعني هي اكثر ولايه معناها ما فيهاش دينار يا سامي يا سامي هما قولوا فما 15 ولايه متحوله اسكو فهمتوه؟ انا برك ما فهمتوش انا فهمت معلومه يعني وحيده اللي هي سوينجر ستيت يعني ما بين الديمقراطي والجمهوري وديما اللي يهز اوهايو هو اللي يربح اي علاش هابش ساسيون كادو بالوتاج خليني نحكي فما تحكيت اي هاك 15 ولايه متحوله مش اوهايو برك لكن الصدفه شيء انت ستاتيستيك تحكي ستاتيستيك فوالا اللي هز ولايه اوهايو هي الاجابه ايش قال ستاتيستيك مو لا الحمد لله عليك انت اللي عبرت مش هما فهموك بالله تفهم على الرماش السامي لا في حاله هكا شكرا لكم مستمعينا جلال الهارت الاثنين ان شاء الله نتلاقاو في حلقه جديده كالعاده في التوقيت بتاعنا مساء الاربعاء ايناس في الميتيو